لمناقشة هذا الموضوع وهو الخبر هذا السار في عودة الدوري اليمني. ينضم إلينا عبر سكايب المحلل والناقد الرياضي مراد أبو الرجال. أهلا وسهلا بك أستاذ مراد. أهلا وسهلا أستاذ أيمن، يشرفني أن أكون متواجد معكم من جديد. شرفت برنامج الملعب وقناة المهرية كذلك عزيزي. في البداية لو نتحدث عن هذا القرار الذي جاء من الاتحاد العام وعودة الدوري اليمني، كيف ترى أنت هذه الخطوة في التي قام بها هذا الاتحاد وكيف ستكون أصداءها على الوسط الرياضي برمته؟ أولا أنا كنت أستمع يعني لتقديمك لهذا القرار يعني بوصفه قرار سار. أنا بالنسبة لي أرى أنه القرار قرار غريب، أنه حواراتنا في عام 2021 أنه بحيث أنه العالم أجمع أصبح النشاط الرياضي أمر اعتيادي، لكن نحن في اليمن أصبح مجرد إقامة دوري. يسرنا هذا الموضوع لتوقفي لسنة أكثر من 7 سنوات وإحنا بدون دوري. نعم يسرنا أكيد، ولكن المفترض أنه لا يتوقف الدوري لمدة 7 سنوات، بمبالغة بإيقاف الدوري لمدة 7 سنوات. لابد أن يكون يعني هناك آلية لإعادة الدوري بأي شكل من الأشكال. هناك دول تعيش يعني حالة حرب من 50-60 سنة ولم يتوقف الدوري يعني بمجرد عذر الحرب. صحيح. لذلك أنا أكرر الفكرة أنه يعني إعادة الدوري هذا مفترض يكون شيء عادي جدا ومنطقي، ولكن أنه الغريب أنه إحنا جالسين نتحاور يعني ونقيم حوارات هل سيقام أم لم يقام، لأن إحنا تعودنا يعني من الاتحاد على التلاعب بهذه المسألة لمجرد يعني تضييع الوقت وتأجيل الأنشطة الرياضية. هو حصلت أكثر من مرة أن الاتحاد العام أعلن عن أكثر من موعد لإعادة النشاط الرياضي والدوري اليمني، ولكنه بصفة أو أخرى تحت مباراة واهية أخفق. برأيك يعني وردا على كلامك، هل سيصدق هذه المرة؟ والله بناء على التجربة أنا أرى أنه لا، يعني أنا شخصياً لا أمتلك يعني داخلي ما يمكن أن أصدق فيه الاتحاد. أنا اعتدنا منه على المراوغة في نعم. مسألة إعادة الدوري وإعادة الأنشطة. لذلك يعني لن نصدق إلا عندما نرى الكرة في أرض الملعب واللاعبين داخل الملعب ويستمر الدوري إلى نهايته. هذا هو يعني العامل الوحيد اللي ممكن من خلاله يعني أعطيك انطباع أنه سوى قام أم لا. طيب هناك الآن من يتحدث عن قضية إعلان الدوري أنه جاء للضغط الإعلامي الذي مورس على الاتحاد وخصوصا بعد الإخفاقات التي حدثت مع المنتخبات، يعني كيف ترى أنت هذا الطرح؟ أتفق معه تماما أنه الإعلام الرياضي كان له دور في الضغط على الاتحاد، لأنه الاتحاد يعني أصبح يتعامل مع الشارع يعني أستطيع تسميتها بنوع من السخرية أو عدم الانتباه أو عدم إعطائه أي يعني ثقة برأيه. لذلك أعتقد أنه الإعلام أدى دور مهم جدا، خصوصا نعم. أنه في مرحلة كانت يعني نتائج المنتخبات والتي كان فقط الاتحاد يعمل عليها لتفويض وتكرير نفسه على الشارع يعني كانت نتائج سلبية جدا. لذلك لم يتبقى إلا الأنشطة الرياضية ليفوض نفسه من جديد وليكمل يعني بسلسلة الفشل المتوالي من 2005. دعنا نتحدث عن هذه البطولة القادمة أو هذا عن الدوري. سيقام بنظام المجموعات، هناك من يقول أن هذا غريب بعض الشيء على الكرة اليمنية. هل ستنجح هذه البطولة في إقامتها يعني بنظام مجموعتين فقط؟ طيب إذا أقيم الدوري يعني نعم. نتكلم عن فرضية الآن نتكلم عن إذا أقيم. نعم إذا أقيم الدوري، أنا من وجهة نظري أنه يعني لا يمكن إقامة الدوري بشكل العادي اللي هو ذهاب وإياب، يعني أندية 14 نادي تلعب يعني بشكل منتظم في أرض الخصم وتعود لأرضها. يعني حاليا نحن نكون منطقيين، لا يمكن إقامة الدوري بهذه الصيغة لأنه لا يوجد أي ضمانات على التنقل أو ضمانات مادية أو حتى أنه الأندية تمتلك القدرة لعمل كل هذه الخارطة الرياضية في ظل الوضع الصعب. لذلك يعني أنا أرى أنه ممكن مجموعتين في مدينتين معينتين ممكن يعني يكون خيار يعني نظام التجمع تطبيقه نظام التجمع، المهم يكون يعني بشكل كبير، لأنه الدوري التنشيط السابق يعني في المحافظات للأسف كانت هناك أندية لعبت يعني خلال موسم كامل مبارتين، مثلا أندية إب لعبت فقط مباراة واحدة، مباراة بين الشعب وإب، وتم تأهيل اتحاد إب للنهائي. لذلك نريد دوري يعني أقل شيء يكون في احتكاك يعني نستطيع نسميه حقيقي بين الأندية، يكون له يعني أثر على هؤلاء اللاعبين من حيث يعني رفع مستوى اللياقي
ويعني يكون إضافة نوعية وفنية للأجهزة الفنية وللمنتخبات أيضا. طيب قد يقول البعض عندما أتحدث أننا متحاملين على الاتحاد، طالما أن نحن نتحدث أنه لا يمكن أن نقوم دوري ذهاب وإياب بسبب أحداث، هل هذا عذر للاتحاد بعدم إقامة الدوري حتى اليوم؟ هذا من جهة، وإذا تحدثنا عن نظام المجموعتين أو نظام التجمع ننتقد هذا ونقول لماذا لا يكون ذهاب وإياب وهذه الأشياء، أين المنطق من هذا الحديث؟ كيف نستطيع أن نرد؟ أولاً الإجابة على الشق الأول، أنا كما أجبتك في بداية الحلقة أنه إيقاف الدوري لمدة 7 سنوات أعتقد أنه أمر مبالغ فيه، خصوصاً في آخر يعني 5 سنوات، يعني آخر يعني بداية أول سنتين من الحرب كانت الظروف صعبة، كانت الحروب داخل المدن، ولكن الآن صارت الحرب بعض الجبهات في مناطق صحراوية بعيدة عن المدن الآهلة في السكان، لذلك نحن نعذرهم بأول سنتين، لكن ما بعد ال5 سنوات الأخيرة أعتقد كان هناك مبالغة بالمحاولة من الاتحاد للتهرب من مسؤولياته. نعم. أما الشق الثاني من السؤال إنه إقامته بالشكل المعتاد، أعتقد إنه يعني مستحيل إن إحنا أنا كمحلل رياضي إنه أجبر الاتحاد أن يعرض اللاعبين بخطر التنقل بين محافظات، يعني بعضها محكوم من قبل ميليشيات يعني لا تعرف لا نظام ولا قانون، وأجبرهم باللعب في تلك المدن. لذلك الحل المنطقي أن نجد أماكن آمنة بحيث نضمن حياة وسلامة اللاعبين، وهذا أهم حاجة أهم الأمور. والأمر الثاني أنه يتم إقامة دوري بحيث يعني يظل الاختلاط، ونحن نعرف أنه كرة القدم باليمن هي أكثر من مجرد يعني إقامة دوري، هي إعادة لحمة مجتمعية، هي إعادة الحياة للمواطن الضعيف الذي أنهكته أخبار الحرب أخبار الدماء. لذلك الكرة أعتقد أنه بيدها الحل السحري لجمع جميع أطراف الحرب المختلفين في 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 ملعب يستطيع الجميع فيه أن يتنافس بشكل شريف وشكل يعني حضاري. إذا ما تحدثنا بمنطقية أكثر إنه إعادة الدوري بأي نظام من الأنظمة المعتبرة أو المعترف بها خير من توقف الدوري لأكثر من 7 سنوات يعني. أكيد أكيد، وهذا ما طالبنا فيه من أول ما يعني خرجنا من عنق الزجاجة أو عنق الحرب الدموية التي كانت تحدث في المدن. لذلك نحن نريد إقامة دوري، وهذا ما نكرره كل عام، وعلى الاتحاد أن يتفهم يعني رأي الشارع ورأي الإعلام الرياضي. نعم. أن مسألة التأجيل ليس يعني مجرد مسألة يعني تأجيل أنشطة، هي مسألة إعادة حياة، تأجيل للحياة، تأجيل للروح التسامح والكلام. لذلك صحيح. هذه هي رسالة إعادة الدوري من هذا المنطلق. طيب إذا ما أعيد مثل هذه البطولات، هل هذا سيسهم يعني إعادة الدوري والنشاط الرياضي للأندية، هل هذا سيسهم في تحسن مثلا المنتخبات الوطنية، إعادة الروح الرياضية، إعادة الثقة ما بين الشارع الرياضي والجمهور الرياضي وما بين الأندية والمنتخبات بشكل عام؟ طبعا بلا شك، يعني نتكلم يعني بواقعية. نعم. إنه مجرد إعادة الكرة للتدحرج في ميادينها الخضراء هو أمر إيجابي للاعب، إعادة هؤلاء اللاعبين إلى مكانهم الطبيعي بدلاً من يكونوا في يعني بعيد عن الساحة الرياضية في بيوتهم. لذلك نحن نشجع يعني نحاول نركز على الإيجابيات ونبتعد عن السلبيات. طبعاً هناك سلبيات كثيرة، يعني ضعف الدوري، ضعف الاحتكاك، يعني مسألة الثقة لن تتواجد بشكل كلي، ولكن هي البداية. نحن نريد هذه البداية للانطلاق، للأقل نعود إلى الساحة الرياضية، نعود يكون بالكرة الأرضية يعني دولة طبيعية، يعني توجد فيها أنشطة رياضية وتوجد فيها مسابقات كبقية الدول. اشتقنا إلى الملاعب واشتاقت الجماهير أن تحضر وأن يكون هناك تنافس، يعني من أكثر من 7 سنوات ونحن بعيدين كل البعد عن مثل هذه إقامة النشاطات الرياضية المستمرة والتي تكون بانتظام. رسالتك الأخيرة التي تريد أن تقولها عبر قناة المهرية سواء للاتحاد أو الشارع الرياضي أو فيما يخص الدوري بشكل عام، ما هي رسالتك الأخيرة؟ أولا رسالتي للشارع الرياضي، عليكم الصبر وعليكم بالاستمرار بالمطالبة حتى اللحظة الأخيرة عندما تروا الكرة بدأت بالعودة واللاعبين بأرض الملعب، لا نعم. تتوقفوا ولا تركنوا لأي من الوعود التي طالما استمعنا إليها من قبل الاتحاد. رسالتي للإعلام أن يكون صادق، أن يكون حامل لمبدأ يعني صحيح، وهو خدمة الرياضة والرياضيين، لأنه هذه الرياضة بالنسبة لنا مصدر للحياة. لذلك الصدق والأمانة والمبدأ هو الأهم، وأن نجنب جانبا جميع المصالح الشخصية. رسالتي للاتحاد بالأخير، أتمنى أن يقدم استقالتهم
15 سنة كافية جدا، ولا أعتقد أن هناك ما يمكن تقديمه للشارع الرياضي من يعني من من إنتاجية أو من تغيير الواقع الصعب. شكرا جزيلا. يعني شكرا جزيلا المحلل والناقد الرياضي الأستاذ مراد أبو الرجال، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.